السلام عليكم حبايبي، متوجهين الى جزيرة زري وراح ندخل داخل المغارة بعمق 100 متر، وقررنا الفطور يكون داخل الزورق. ما شاء الله على جمال بلادنا، المكان جدا رائع. هذا جزء بسيط من المكان، طبعا هاي وصلنا هنا، لكن المغارة والاماكن راح ندخل بين هاي الصخور بعمق 100 متر داخل هاي الجزيرة. أبدا دنجي كاتت جماعة، دنجي كاتت بيش جرا ها؟ كما تسمى بمالديف العراق. شوف المكان والروعة والنظافة وصفاء المياه. طبعا هاي في سد الموصل، الماء جدا جميل ورائع، الشباب مستمتعين. واتمنى يعجبكم هذا الفلوج وكونوا معانا، ولا تنسون الاشتراك بالقناة، وراح ندخل داخل بعمق اكثر من 100 متر داخل هاي المغارة. قالك يجي كاتي يا بيو كاتي. نبدأ دخولنا داخل هاي الصخور. هاكو همو بيجا من هر جيوي فيس. حاليا راح نزور مكان جدا، شوفوا الوجوه اللي راح تطلع من خلال صخرة واحدة، تابعونا. يلا حبايبي، يلا شباب، هاكو كيلي بو دي شي ناجور شي حتى كيلي. شوفوا شباب، شوفوا الخطورة. دنجي بجامعين هذا بو هو أدجي. شوف الوجوه، شوف أوه صوصو رو هيدي هذا هي. شوفوا كم وجه طلع شباب، انتو استخرجوا الوجوه اللي راح تطلع. لو يتي بدبرة هاكور يونا اي اي او صح. هيش تبلا بشتا بشتري، هيش تبلا بشتا بشتري فنزيكي شعبانتو دو ديار كده مبالي نزيكي يربي نزيكي نزيكي. شوفوا شباب، انتو اختاروا الوجوه اللي راح تطلع. هو صوت ديور كان نايم نس. يلا ولا ولا بس ما اساس نعمل. ايكي جوزيت كات ايكي كتكاني هي تنين تنين هاد لك مو بس تنين. شوفوا الخط، يلا جماعة دوبتشين بس. اهو فيرا فيرا هاكور طهر طهر اه اهو فيرا موكيرا جونترا ديالا بكيفو ده راخدي داترا ديالا نا نا هذا تورا ولا هذا شريطو ديورا على شو شريطو ديورنيا دقيقة دقيقة نينا نينا هرا نينا طهر نينا هم هرا Thank you.
هما زنزبة. بتير بخور. ينام. ورا ورا ورا. أتمنى أعجبكم الفيديو، لا تنسون من الاشتراك ودعم القناة حتى نستمر بالمزيد، وتحياتي لكم ونلتقي في فيديوهات أخرى، مع السلامة.